السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله من جديد في قناة خالد. يلا نكمل مرحلة رقم 13 بإذن الله، بعد ما قضينا على النتن ذا المجرم. خليني أشوف هذه فيها شيء. لا ثانية، أظن ما لها شيء. طيب خلينا نكمل وننزل تحت. ياوك في جنود. افتح البوابة. يا الله سأذهب اختبأ في العربة. يو صوفيا راحت. انهم قادمون. هيغو يحس بالفيران. يا الله مستحيل يا أخي، والله والله يعني صراحة مزعجة الفيران، مرة مزعجة في اللعبة. أنا أتمنى يسوون جزء ثاني ما يكون فيران نهائيا، شيء مختلف. يوك طيب شعل النار هنا. ناوت ما اقدر اتحرك. اوه صوفيا هلا. واو واو والله ذكية صوفيا، عندها شيء. كفو تعالي هنا يا صوفيا. يا السلام. كفو خلينا نروح الجهة الثانية. أوكي يلا نكمل. لازم أطفي النار اللي هنا علشان أقدر أعدي المنطقة الثانية لأنها تعتبر محظورة، فهم حاطين نار. فبختار عصا هنا لأنه الضوء تبع أميسيا ما يوصل مسافة بعيدة، فمرة يكون مفروض بين نار ونار، فبضطر اني اخذ العصا هذه وبروح الجهة الثانية اللي هنا. اللي بيستكشف تحت استكشف. يلا نكمل. جينا هنا فوق البوابة هذاك هناك موجودة. يا الله شوف ذا هنا جالس بتكي، ما اقدر اقضي عليه لان ما معي سكينة. عموما خلينا نكمل. هذا هو الطريق. الفيران تاكل فيك من هنا لين بكره. اخذت العصايه كالعاده لانه ما يوصل الضوء تبع صوفيا، فلازم اطلع هنا فوق. صراحه هنا مت كثير وما ادري ليش ارس من هنا في نفس المكان هذا، فلازم اهرب من ذا المزعج. بما اني فتحت اللي هو البوابه اللي تحت، فتحتها مكان اللي موجود ذا المجرم، فلازم امشي مره بطيء هنا. وطفيت الاضاءه اليساري خلف ظهري، في اضاءه تحت وفوق طفيتهم بحيث انه ما يجيني اي احد. ايوه تكفى لا تشوفني. كفو الان اقدر اروح فوق هناك، فخلينا نكمل ونروح فوق. يو جاني ذا ابو النار. الله يقلعك. خذ خذ الهروب. يا الله الرافع هنا في هذا اللي وراء الغرفه، هذه اللي وراء. بس انا ابغى المكان اللي فيها الجندي هذا النار، لاني ما اقدر انزل من هنا. الحمد لله انه نزل وراح الجهه الثانيه. اخيرا شوفوها ذاهي، ترفعونها علشان تفتح البوابة. يا رب انه ما هو بهنا. ايوه تمام المكان صار سالك الان. كفو
هو موجود. زين هذا هو. تعال تعال لازم اقضي عليه لانه بيجيني هنا عادي. خذ يا نتن. حلو بستخدم السهم هنا وبحط فيه نار. الان اقدر انزل بكل سهوله تحت. خلاص هذاي البوابه هنا على اليسار. وصلنا الحمد لله عند الباب. اوف تأكد من تسجيل تمام. يا الله هذا وحشي. أضحية كالحيوانات. لماذا يعتقدون أن الدم سيجعل الطفل يحبهم؟ إنه الطفل. هناك الكثير منهم. إنها حديثة جدا. من فعل هذا؟ مايلو؟ إنها الوحيدة التي تظهر فيه. ماذا في ذلك؟ كانت الكنيسة مخصصة الحامية. كانت إيليا تشغل منصبا. كانت تلك وظيفتها في النظام. مسكينة الحامية. يعني حتى هي أتوقع قضوا عليها خلاص لأنه موضوع قديم مرة. يلا خلينا نكمل وندخل مقتطفات. شو السالفة؟ Unum tueri omnes. في كتابة مكتوبة هنا. احمي واحد تحمي الجميع. هذا من الحامية. حبسها النظام هنا. يا لهم من سلالة الأغبياء. احذر قد يوجد عنكبوت. يا ربي يا هيجو انت عنده فيران ومسوي مشاكل ويقول انتبه يمكن في عنكبوت. يبقى طفل طفل. انها غاضبة وخائفة على الناقل. نفس اميسة تخاف على اخوها. انها يا في الغاية تريد استرجاعه وتعلم الى اين اخذوه. الهيكل، القصر، الحصن، الحصن، الخريطة. أخذوه لهذا المكان. مهلا الأمر بهذا البساط تحت الخريطة هكذا فقط. هكذا. إرث الحامية ينتقل لحامية أخرى. بالتأكيد أمر منطقي. أيا كان حياتك لنرجع الخريطة. يوك يا الله هي ناقصة أميسيا من أول رأسها مسكينة. ارتجاج بالمخ. يا ربي بقى هي. شف إنه أنت استجبت نداه. يا أنه غبي يفكر ذاك الطفل. صوتي مساعدتك لدي رجال. قتلتهم جميعا من أجلك. المجرم نتن. كفو يا صوفيا أعطيه. كفو بوم أعطيه. يلا صوفيا. يس يس. أنت الفتاة التي باللوحة.
لا بل هي شيس. والله صوفيا طلعت كفو، طلعت طيبة مرة رهيبة. Don't say anything. أنا أنقذتها والحين هي أنقذتني. They killed Milo. Here. Here we go. They're coming. Hide. Watch over Hugo. يا الله جنود، الله يعين. يلا نبدا المعركه. وينك انت؟ طلع طلع راسك، اهم شيء ذا لانه عنده خوذه. خذ يس، هذا ابو القنابل مره مزعج. وين الثاني؟ ايوه ذاك يمين. انت خذ بوم يس. جاء أحد ثاني، خذ يا نتن. يا الله جاني أبو القنابل. يو واحد فوق واحد تحت. مات ولا والله ما مات، جاته بالخوذة. يا الله يو رمى علي نار مرة مزعج، ترى كل شوي يرمي نار، يعني لازم اقضي عليه بسرعة. وينك انت اللي فوق؟ خذ كف وتخلصت منه ذا. تعال انت تعال. يا الله ما يمديني اسوي شيء، ما عندي شيء. احتاج ايوه السهم كل شوي يرسبن، يعني ياخذ وقت بعدين يرسبن من جديد. خذ يا لطيف لسه. يا الله جاني ذا ابو شيلد. يا اخي ذا ابو شيلد مشكلته سريع، مره سريع. طيب ما لي الا اضرب ال اضرب ذا القماش علشان ينفجر بوجه البودرة فاقدر اقتله. يا الله يا انه سريع. تعال تعال هنا تعال. ايوه خذ. والله ما اشوف شيء المشكلة، انا وحظي. يس كفو. والله رميت انا ياوك. هذا مدرع، اهم شيء المدرع، الثاني عادي بقضي عليه بسهولة. يا ربي رجع لي ذاب القنابل. احتاج سهم. خذ سهم سهم سهم. ما مات لسه يا اخي، بالنار ولا يموت. ايوه طلع راسك. دقيقة بتخلص من ذا اول بالحصى، بعدين برجع للثاني. خذ انت تعال يا الدب. كفو تكفى قل لي خلاص. يا الله احتاج سهم سريع. الهروب يوه. اهرب يا خالي. عندي سهم كفو. تعال تعال بوم. تعال انت يا نتن تعال خذ. تهرب الحين ها؟ يا الله ماني قادر اركز عليه. في احد هنا؟ تهيأ لي. يوه مرتبك، انا اخاف ان في احد. يا الله لسه توحش هيغو. والله كفو خليه ينقذني.
مشكلة هيجو إذا عصب خلاص المكان ينهار بشكل كامل، ف يعني حتى يقتل كل اللي حوله. يلا هيجو يلا. يا لها من معركة. عموما وصلنا هنا الى نهاية هذه السلسلة 13 اتوقع اذا ماني غلطان، فاشوفكم باذن الله في المرحلة القادمة ان شاء الله. اتمنى ان الفيديو اعجبكم واشوفكم على خير، مع السلامة، ربي يحفظكم. خليكم الان مع اللقطات هذه. Hugo, look at me. Sophia. Why are you crying? Because you're going to leave. Because of me. Calm down. Now you listen to me. I've never seen anything like you two. And for some stupid reason, I like you. And I like you at the shittiest worst of your life, right? I'm fine with that. Even the strangest things happen for a reason. Sailors' stories are full of it. That said, you need to seriously calm down and listen to what adults tell you. Deal? And you are not a goddamn army. He looks up to you. And when your death wish becomes his, this is what happens. And this will have consequences. So, are you staying? Don't say it out loud. Thank you. You should be the ones rowing.